شفيع هذا القرآن شفيع عند الرحمن شفاء وهدى وأمان ضياء في كل زمان سعيد من عاش هدى ترتيل ضياء رضوان الله يعيد للقلب حياة شفيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله يعني ما وجدنا الخير إلا في القرآن. كثيرا ما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كثيرا من صغرنا ونحن نسمع هذا الحديث. لكن وأذكر وأنا في الجامعة سمعت هذا الحديث من أحد علمائنا ومن أحد أساتذتنا في الجامعة خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن الحديث في هذه المرة لم يدخل أذني وإنما دخل إلى قلبي. والدكتور حفظه الله يعني بدأ يشرح لنا الحديث. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف بأن معلم القرآن وأن متعلم القرآن خير الناس، فدخل هذا المعنى في قلبي. من وقتها تمنيت أن أحفظ ولو شخصا واحدا القرآن، ثم بدأت الرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى بدأ الاهتمام بالقرآن مراجعة وإتقانا وتلاوة. أنهينا الجامعة وبدأ يعني سلك أو يعني أن أدخل سلك أو مسار وزارة الأوقاف. دخلت طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الإتقان ومراجعة القرآن بدأت التطور في تعلقي بالقرآن. لابد أن أكون ليس كالمعهود إمام في وزارة، لا، لابد أن أكون إماما مميزا وبالأخص في القرآن. فبدأت أن أخذ موضوع أتقن القرآن بالتجويد، وكان يعني أول مشايخ الذين أخذت عنهم يعني القراءة أو قراءة حفص بالذات المشهورة هنا في مصر والتي نقرأ بها ويقرأ بها الجميع، ألا وهو شيخي حفظه الله وبارك الله في عمره شيخ مصطفى أحمد سليمان. ثم بعد عامين أردت أن أتقن هذه القراءة لأصلي بها وأعلم الأولاد ويقرؤون علي بها، فقرأت مرة ثانية على أحد مشايخي الشيخ عبد الرحمن علام حفظه الله. ثم أردت أن بجوار الجانب العملي أن أتقن الجانب النظري، ألا وهو دراسة التجويد نظريا. فكان شيخي حفظه الله الشيخ الثالث باء الذي أخذت عنه الإمام يعني عاصم برواييه شعبة وحفص، الشيخ حسن أبو شادي حفظه الله اللي هو يعني المسؤول عن تحقيق الأسانيد في مركز الشيخ المعصراوي. فكان دراستي للتجويد نظريا وعمليا يعني وصلت إلى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أعلى المراحل على الشيخ حسن أبو شادي حفظه الله سبحانه وتعالى. وأجازني الشيخ في كتابه تحفة الأجاويد في فن التجويد، وأجازني في قراءة الإمام عاصم برواييه شعبة وحفص. قبل ذلك كنت أحفظ على شيخ حفظه الله رحمه الله رحمه ساعة، وأنا وإخواني من أهل القرية في المحافظة عندنا وفي المركز
الشيخ فتحي سيد أحمد رحمه الله رحمه واسعة، فكنا نحفظ القرآن وكنا بنسبة كبيرة يعني القرآن في أذهاننا، لكن الاهتمام الفعلي بدأ في مرحلة الجامعة. يعني كنا بدأنا مع الشيخ ونحن من صغرنا في المرحلة اللي يعني قبل دخول المدارس ثم المرحلة الابتدائية، وختمنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن على أعتاب المرحلة الثانوية ختمنا، وكنا ننزل مع الشيخ في المسابقات، وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نحوذ على مراكز. لكن لما دخلت الثانوية وكان الاهتمام طبعا بالثانوية والعلمي والمذاكرة، وكان في هدف أن أكون مهندسا أو كذا أو كذا، ثم المجموع لم يحالفني الحظ بسبب المجموع، وكان نصيحة كثير من أساتذتي في الثانوية وكثير من أصحابي أن أدخل سلك لغة الترجمة أو تربية إنجليزي، لكن أحد أصدقائي قال عليك بكلية الدعوة، عليك بكلية الدعوة لتناشر في الدعوة ولتهتم بالقرآن ولتتعلق بالقرآن، وكانت هذه النصيحة وسلكت هذا الطريق. بدأت في كلية الدعوة وبدأ بقى الاهتمام بفضل الله سبحانه وتعالى، الصحبة الطيبة والحرص على مراجعة القرآن وإتقان القرآن والعمل بالقرآن، ويعني أن يكون القرآن هو حياتك، وهذا شرف ما بعده شرف، والحمد لله الذي هدانا لهذا. النون الساكنة أو التنوين حين يقع بعضها أي حرف من حروف كلمة إيه؟ ها؟ يرملون، كلمة يرملون، فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أي حرف من حروف هذه الكلمة بندغ من النون الساكنة في الحرف الذي بعدها، إما يعني نكون إدغام بغنة إذا وقع بعدها الياء النون الميم الواو، أما إذا وقع بعدها الراء واللام فندغم بدون غنة. ومن أمثلة على ذلك في الآية التي تقرأ لها قال تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون، فالميم في تنوين تحت الميم، تنوين بكسر، جاء بعد التنوين حرف الياء نعمل ايه؟ لقوم يعلمون. هذا والله تعالى على وعلم. هو طبعا نصيحة الأبوين وحرص الأبوين على تعليم القرآن ده كان الأساس، ثم نتعلم يعني حفظا كما قلت لفضيلتكم، لكن التعلق الفعلي بالقرآن كان من نصيحة الأخ كان الأستاذ أشرف لطفي حفظه الله بعد انتهاء المرحلة الثانوية ودخول المرحلة الجامعية. لما عينت في الوزارة ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى رزقني الله تعالى في يعني بأن أكون إمام مسجد معلما وداعيا، يعني قابلت بعض الإخوة أو واجهت مشكلة يعاني منها الجميع، ألا وهو يريد أن يحول أبنائه من الأزهر للتعليم العام. بسبب ماذا؟ بسبب صعوبة القرآن. فالأمر هذا أثر فيه. فيعني كثير بفضل الله يعني أسأل شخص ثاني ولدك والله في الأزهر وسأحول له. ثالث ورابع وخامس، فقلت له لابد أن أكون يعني مساعدا ومساندا لأولاد الأزهر ولأهل الأزهر. كان في عندنا في المسجد وفي المنطقة في تحفيظ للقرآن، وبالمسجد بالذات كان شعلة، وكان الشيخ عبد السميع على أذكر عبد السميع العدوي حفظه الله هو كان يعتبر مؤسس الحفظ عندنا في المسجد. لكن الشيخ كان له منهج، كل ولد يأتي يقرأ 5 دقائق 10 دقائق ويسمع حفظ مش حفظ ويعني ويذهب. فأردت أن يكون هناك منهج آخر ألا هو منهج الكتاتيب القديمة، وهو إيه يعني عمل مجموعات، وأن يكون جل الطلبة في مستوى واحد، هذا يكون أوفر للجهد وأطيب في النتيجة والثمرة. كل الطلبة نقرأ وجها واحدا في آية واحدة، يسمعون مني، يأخذون الآيات مني، النطق الصحيح مني، ثم نبدأ نكرر هذه الآيات ونحفظ هذه الآيات ونحن في الحلقة، ثم الحلقة التالية كذلك نأخذ وجها آخر نرجع على الوجه القديم. بل يعني لصعوبة الرسالة ولحمل هم الرسالة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، أولاً بدأنا نفعل هذا الأمر بهذه الصورة مع المراجعة. أنا أعطيه مثلاً حزب مراجعة وأعطيهم وجهين مراجعة، نكرر وجه المراجعة كأننا لم نأخذه من قبل، أعيده مع الأولاد أكرره مع الأولاد، ثم أطلب من أولياء الأمور في البيت أن يفعلون مع أولادهم ما أفعلوا معهم في الحلقة.
بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وهذا الجهد وهذه الصورة وهذه الطريقة كانت ثمرته أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. لا غنى عن الكتاتيب القديمة، لا غنى بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كان في معاناة كما قلت لكم، معاناة مع الأولاد في الأزهر، في الأزهر بسبب القرآن، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله علينا، وهذا من فضل الله علينا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، والحمد لله الذي جعلنا نسلك هذا الطريق، والحمد لله الذي يعني يعطينا الجهد والقوة والنشاط لأن نستمر ولأن نفعل مع الأولاد هكذا. والله حرصا على القرآن ليس هذا. كان في صعوبة مع الأولاد في الأزهر بسبب القرآن، بفضل الله سبحانه وتعالى الأولاد عندنا في المنطقة وبالأخص أولاد الأزهر أصبح القرآن عندهم أسهل من أي مادة ثانية. أنا منهجي الآن الأولاد قبل أن يدخلوا المرحلة الدراسية الجديدة، يعني الولد يكون حافظ المنهج كاملا، حافظ ومراجع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يكرر ويعيد ونزيد بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. النصيحة الأولى للأبوين. يعني كثير من أولياء الأمور من لسه الأولاد وهم ما زالوا صغار يعني ولم يعرفوا طريقا للحياة بعد، ولا أين الصواب ولا أين الخطأ، وجل تفكير الأولياء الأمور في اللغات، في المدرسة التجريبية، في أن يتعلم الولد الإنجليزي، هذا أمر طيب، لكن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والله التوفيق، كل التوفيق، يعني سواء كان أنت عايز تسلك جانب معين أو جانب الأزهر تربية وتعليم، أي جانب من جوانب الحياة، التوفيق، كل التوفيق في القرآن. يعني من صفات القرآن ومن أسماء القرآن أنه كتاب مبارك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ترى البركة في الوقت، ترى البركة في الفهم، ترى البركة في الاستيعاب، ترى البركة في حياتك كلها. أياً كان الطريق الذي تريد أن يسلكه ابنك، الأساس في هذا الطريق القرآن، الأساس في هذا الطريق. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما أنصح به دائماً تلامذتي، والله سبحانه بفضل الله سبحانه وتعالى رأوا النتيجة، القرآن. فأولياء الأمور يعني لابد أن يكون عليهم المسؤولية أولاً منذ الصغر أن يغرسوا في نفوس الأبناء حب القرآن، نزل بهم للمساجد، للكتاتيب، والحمد لله هذا إن لم يكن متاحاً من قبل، إن لم يكن متوفراً من قبل، لكن في هذه الأونة بالذات أصبح متاحاً بصورة كبيرة، في على مستوى الأزهر، على مستوى الأوقاف، على مستوى الكتاتيب الخاصة، هذا أصبح الأزهر الرواق، الأوقاف أصبح بفضل الله في كل المساجد عندنا الأنشطة يعني الاهتمام من أئمة الأوقاف ومن الوزارة بالذات، وفي دفع
واهتمام بهذا الجانب، والكتاتيب الخاصة أصبح بفضل الله تعالى هذا متوفر الآن. والله كما قلنا الخير في الدنيا والآخرة، الخير في الدنيا والآخرة. كان أحد السلف يقول والله ما وجدنا الخير إلا في القرآن، على ما أذكر ابن كثير المؤرخ رحمه الله وصاحب كتاب التفسير ابن كثير، ما وجدنا الخير إلا في القرآن. ويعني استدلالا على ذلك نأخذ نموذج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة، أخذها بركة. ترى البركة في الدنيا في 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 ولدك، ترى البركة في بيتك، ترى البركة في حياتك في عملك، ترى تيسير الله سبحانه وتعالى لك في كل شؤون حياتك. عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أي ساحرة. فما بالك بمن أخذ ليس بالبقرة بل بمن أخذ بالقرآن كله. والله فضل الله سبحانه وتعالى رأينا هذا، يعني توفيق الله سبحانه وتعالى. والله يعني الهدف ليس مال، وإنما الهدف هو أن نصل رسالة ويأتي خير الله لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. شئنا أم أبينا يأتي الرزق وتأتي السعة بفضل الله. نرى البركة في 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 أوقاتنا، نرى البركة مع أهلنا، ونرى البركة مع أولادنا، نرى البركة في محبة الناس من حولنا، نرى البركة في رضا الله سبحانه وتعالى علينا، ثم رضا أوالدينا علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يعني ألهمني بطريقة حفظ الجهد يكون فيها قليل لكن الثمرة والنتيجة طيبة، ألا وهي نظام الكتاتيب القديمة. نجمع الأولاد نقرأ كلنا في وجه واحد، أقرأ عليهم يسمعون مني، نصح الآيات والكلمات، ثم نبدأ في تكرار الآيات، يعني بنسبة كبيرة يخرجون من الحلقة وهم يحفظون الوجه. ثم نفعل هذا النظام أيضا مع المراجعة، المراجعة التي أخذوها قديما وكلفهم بها، برضو نكرر من باب طبعا الايه يعني مساعدة الأولاد، وحاليا في دروس وفي انشغال الأولاد، فما بين المساعدة إن لمحت في بعض الأولاد الانتباه والنباهة والحرص على، يعني هو قد يكون عنده الإمكانيات أن يأخذ أكثر من وجه، وفي مساعدة في البيت وفي حرص على حفظ القرآن في البيت، ده الولد ده يعني لو تركته مع المجموعة ده يظلم، فأخذه ويعني أشتغل معه منفردا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأولئك هم المعتدون. والله أمنيتي أنا، يعني طبعا الآن لم أكتفي بقراءة الإمام عاصم برواياه، وإنما الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أقرأ على أحد المشايخ رواية الإمام قالون عن نافع، وأمنيتي أن أعيش خادما للقرآن. والله هذه أمنيتي، أن أعيش خادما للقرآن إلى أن أموت على ذلك، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا يعني الأمر وهذا الطريق شفيعا لنا يوم القيامة. والله يعني القراءات في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقرأ القرآن عن سبعة أحرف. فالقراءات يعني ربما يعني الأولى والأفضل والأجدر أن نتكلم من قطع يعني من قطع شوطا فيها، ومن يعني درسها بإتقان أترك المجال لغيري أولى. فسأل أهل الذكر إن كنت من العالمين إلى أن أتقن، وهذا هو يعني الهدف الآن، أن أنتهي الآن من مرحلة الماجستير، ثم أفرغ نفسي للقراءات، أتعلمها، أتعلم أصولها، أخذ فكرة عن أهل القراءات، ثم يعني أعلم ذلك. أنا بعض الأولاد ختموا علي حفظا، ثم ختموا علي ختمة تجويد، ونحن الآن في مرحلة الإجازة بالقراءة التي قرأتها والتي تعلمتها، ألا وهي الإمام حفص عن عاصم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور بالقرآن بيوتنا، ونور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن حياتنا، ونور بالقرآن قبورنا. اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا يا ربنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أصحاب هذه القناة الخير وأصحاب هذا البرنامج الخير والتوفيق، وأن يجعل عملهم هذا يعني في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم يعني وأن يجعل هذا العمل وهذا الجهد يعني سابا وبركة لهم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شفيع هذا القرآن، شفيع عند الرحمن، شفاء وهدى وأمان، ضياء في كل زمان، سعيد من عاش هدى، يريد ترتيل ضياء، يريد رضوان الله، يعيد للقلب حياة. شفيع شفيع.